مش هنسلم مش هنبوس مش هننقل الفيروس مش هنسلم مش هنبوس مش هننقل الفيروس مش هنسلم مش هنبوس مش هننقل الفيروس. يا مساء الكوارنتين على الناس الحلوين اللي علينا بيتفرجوا دلوقتي وان شاء الله لاخر رمضان لينا متابعين. التيك توك يا جماعة، التيك توك ايام 2011 ربنا ما يعينها ايام يا رب. هو تحليبية او فشلية ما علينا، خلينا متسائلين. ايام 2011 دي كان اكتر ناس عملت فلوس بتوع الحديد، ده شيء معروف. اكتر ناس بقى بتعمل فلوس دلوقتي as we speak في قاعدة البيت والحجر والكورنتين والكورونا والحاجات العظيمة اللي احنا بنمر بيها حاليا دي، هم الناس بتوع السوشيال ميديا او زي مثلا تيك توك والزوم، لان كل الميتينجز بقت معمولة بالزوم and so on. التيك توك يا جماعة النهاردة فيه بقى مصدر رزق الناس كتيرة. انا ليه بتكلم في القصه دي؟ بتكلم في القصه دي اولا، هو انا شخصيا ما كنتش اسمع عن التيك توك ده في حياتي، بقيت اسمع عنه في الست اسابيع اللي فاتوا وبقى عندي اكاونت وشغال عليه وبتاع. بس انا بالنسبه لي بستخدم التيك توك استخدام تاني خالص. اللي عجبني في التيك توك ان انا بمثل مشاهد بطريقه كوميدي عشان بحب الكوميديا قوي، او بعمل الدانسز، بحب التشالنجز بتاعت الرقص. انا شخصيا بحب الرقص جدا، الرقص اللي هو الهيب هوب والكونتمبري دانسينج والستريت دانس والتشالنجز والحاجات دي، انا بحب الكلام. بس ما بالنسبه لي ملوش استخدام تاني غير اللي انا يعني غير اللي انا بشوفه اليومين دول وبسمع عنه اليومين دول ولسه راحت في كلابوش بسببه اليومين دول. ليه بنستسهل السكه دي؟ ما في حاجات لطوفه ولزوزه وكل حاجه، يعني ما بنرقص وبنغني وبنسلي بعض وببعت لك تشالنج ترد عليا بتشالنج، نعمل بقى تويلت بيبر ونعمل الرقص اللي هي تا انا انا ليه؟ ما هو حلو اهو، طب هو لطيف اهو، ايه في ايه؟ نخش في الحلقه. نيكست، مكتب الأعمال النهاردة مقدم وظيفة اسمها مخفف الأحمال. مش عارفة هيخفف أنه أحمال، يعني هل هي أحمال مثلا الكهرباء، الكهرباء الحمالة عن زيادة اللزوم، هي أحمال مثلا الغاز الطبيعي، هل هي أحمال للأسية، أحمال إيه؟ تعالوا نشوف الشغلانة دي عبارة عن إيه. مش هنسلم مش هنبوس. بنشتغل بسياسة الأمر الواقع، يعني حاجة بتجيلي الشغلانة اللي موجودة عندي يوميها بصدرها لك، فاهم قصدي؟ سواء بقى جوه سواء بره، يعني بس بشوف احتياجات السوق ايه واقوم رامي ناس زيكم كده، فاهم؟ ملهاش عوزة احذفها بقى للسوق هم يشوفوا لو عايزينهم في حاجة. زي ما احنا عارفين طبعا ضغوط الحياة على الكل، الكل سواء بره او جوه، حقيقة يعني يمكن عندنا هنا ضغوط الحياة اكتر، بره ضغوط الحياة اخف. بره لانهم مش شايفين جوه فحاسين ان الضغوط اللي عندهم بره اكتر، مع انه الضغوط اللي عندنا جوه اكبر، ممكن بكتير. تكون اكبر بكتير قوي من الضغوط اللي عندهم بره. فانا عايز ابعت ناس من جوه يروحوا عندهم بره يحكوا لهم على ضغوط احمال جوه، فالناس اللي عندهم ضغوط احمال بره يحسوا ان ضغوط احمال بره اخف من ضغوط احمال جوه فيستريحوا نفسيا. انا اللي عندي في الوقت الحالي مخفف احمال. احنا هنسافر بره للناس اللي بره نحكي لهم همومنا عشان هم ايه مش عايشين في هموم، الهم اللي عندهم مش حاجه. تمام. طب بالنسبه بقى لحاجه تانية، دلوقتي انا بقى خلصت كل حاجتي، ولما اجي اسافر بقى هقعد قد ايه وارجع؟ شهرين. شهرين شهر شهرين. انا عاوز اشتغل. تمام. انا عاوز اشتغل، انا راجل سواق، اطلع اشتغل سواق. يعني مثلا زي الناس اللي سافر في السعوديه، اللي تسافر في قطر في الامارات. واضح كلام حضرتك؟ تقفلهاش بقى وتخليها نروح يا ابو جبل. موافقين؟ هو موافق. انت موافق ليه؟ مش موافق ليه؟ انا هروح اتكلم مع حد اقول له انت شغلني، انا اتكلم مع حد اقول له همي. انا عاوز اروح اشتغل، مش عاوز احكي لحد همي. عاوز اروح اجيب فلوس. بس مش اكتر. يا ابني ما انت هتحكي همك وتاخد فلوس، عايز ايه تاني؟ ما انت قاعد اهو بتشكي لي همك من الصبح ولا هديك اهو خدت حاجه. مش هتمشي معايا يا باشا. مش ليه مش هتمشي؟ ليه ليه مش حابب كده؟ ليه مش حابب كده؟ ليه حضرتك؟ ليه من غير ليه؟ ليه 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 ليه
في ايه طيب؟ ليه؟ مش حابب كلام. ليه؟ ليه؟ غير ليه؟ طب عشان ايه؟ علشان ايه؟ ولا حاجة علشان انا مش هسافر. علشان ايه؟ علشان ايه؟ انا مش هسافر. علشان ايه؟ علشان ايه؟ انت شوف حد غير. علشان ايه؟ علشان ايه؟ والله ولا حاجة. انا مش هسافر خلاص. عشان ايه؟ علشان بيه. علشان ايه؟ مش هسافر انا مش هتشاف. عشان ايه؟ علشان مي. عشان ايه؟ مش هعرف اتحرك. عشان ليه؟ عشان دي. عشان في. عشان مي. عشان كي. عشان مي. طب ممكن اخد اشور حد واخد حد معايا بس نسافر بنفس المكان. مثلا نروح اي بلد مع بعض. ممكن. خلاص مش مش هنسلم مش هندوس. معلش يا جماعه والله اضطريت ادخل ناس معايا الموضوع ما تكتش عليه خالص. فنانه دمها خفيف جدا وهي صديقه ليا برضو بحبها قوي وشايفه ان هي من الكوميديانات الحقيقه اللي المفروض كانوا يبقوا في حته تانية خالص. انا شايفه انها اتظلمت كتير جدا برغم ان هي نجمه وفنانه معروفه وليها بصمتها الخاصه وهي من ضمن الناس اللي فيه كلمة كده من ساعة ما هي قالتها في مشهد مع الليمبي والكلمة دي معلقة معانا بأدائها اللي هي أكاد أجزم. أكاد أجزم الكلمة دي كلغة عربية بالنسبة لي مش عارفة حقيقي بس لما هي قالتها في الفيلم أنا قعدت أدور يعني إيه أجزم دي يعني فهي كانت السبب في أنا بقول الكلمة دي بهذا الأداء. كانت مع حسين الإمام في برنامج حسين على الهوا معايا ومعاك وأحلى حلقة مع نشوى مصطفى أم عبد الرحمن. مش هنسلم مش هندوس. أهلا بالفنانة الجميلة نشوى مصطفى. ازيك يا نشوى؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. نشوى النهاردة هنتناقش في موضوع لذيذ جدا معتمد على مثل شعبي بيقول الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. سد واستريح مظبوط. ألو مساء الخير يا أستاذ حسين. مساء الخير يا أستاذ حسين. مساء الخير يا أستاذ حسين. بتقولي أنت الو. ايوه اهلا نتعرف بحضرتك رضا. هعرف بحضرتك. اهلا وسهلا معاك رضا صديق من شبرا الخيمه. الفنانه نشوى مصطفى معاك. ممكن اتكلم مع مدام نشوى؟ ايوه ازي حضرتك. اهلا وسهلا. ازيك مدام نشوى؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ منوره والله. الله يخلي حضرتك. ميرسي. مدام نشوى مصطفى معايا. ايوه. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك. حضرتك بتقولي النور اتطفى فين؟ مدام نشوى مصطفى. ايوه اتطفى. لا حضرتك مصطفى احنا اتكلمنا على حكايه انقطاع الطيار. ايوه حضرتك. انا مع حضرتك. انا ما قلتش كده. انا مع حضرتك. ازاي حضرتك؟ بصراحه انا بحييكي على اعمالك الجميله وعمرنا ما شفنا لك فيلم وحسينا بملل. حضرتك ازاي بتشعر بملل لما بتشوف فنانه نشوى مصطفى؟ لا حضرتك ما قلتش كده يا استاذ حسين. بقى ما هو يا جماعه احنا اتكلمنا كتير قبل كده ان احنا نتكلم بس ما نعملش احراج لحد. لا حضرتك. ملل ازاي؟ ما حسيناش بملل. لا. خلل في ايه حضرتك؟ ما حسيناش بملل. ما بيحس في جميع اعمال مدام نشوى. هو قال بقى. انا ما قلتش كده. حضرتك انا معاك الفنانه نشوى مصطفى. حضرتك ما قلتش ان ايوه حضرتك كان معايش استاذ حسين كان في يعني النهارده تدريب رمايه فحصل له بس شويه التهاب في العصب بتاع السمع لكن انا مع حضرتك يعني انا متشكرة جدا انك مش بتحس بملل يعني من شغلي وكده فانا مبسوطة جدا يعني شكرا. احنا معانا رسالة بالصوت والصورة نشوف الرسالة ونعلق عليها. نشوى مصطفى انا هحكي لكم عنها حكاية صغيرة. انا عشت طول عمري احلم بالفرصة الكبيرة في السينما واخيرا جاني الدور اللي كنت بحلم بيه رقاصة في فيلم كوميدي. راحت نشوى مصطفى فقعاني زومبا وخطفت الدور ومن ساعتها جاني اكتئاب وبتعالج في مصحة الأصدقاء بحلوان. أنا راضية حكمكم مين أصلح لدور الرقاصة أنا ولا نشوى مصطفى؟ أنا حاسس إنها بتتكلم عن حاجة فيها الرقص والرومبا. قالت حاجة رومبا؟ لا انا احب اصحح حاجة بس للناس معلش تانية واحدة. انا عمري ما باخد ادوار من حد خالص ولا اعرفها دي ولا شفتها ممكن يعني ما اعرفش دي بالظبط بتقول انها بتعالج في مصحة نفسية اساسا
فانا ما اعرفش اساسا انتوا جايبينها منين ولا مصورين معاها فين. الو ايوه يا فندم. مساء الخير يا استاذ حسين. ايوه اهلا، نتعرف بحضرتك. انتوا عودتونا في كل حلقه تقدموا لنا فقره باليه. ايوه برنامج قال ايه؟ ايوه فقره باليه فقره الباليه فقره باليه أيوة. عندنا فقره باليه هنقدم دلوقتي معانا الفنان عاطف شعلان. يتفضل الفنان عاطف شعلان نشوف فقره الباليه مع بعض. لا انتوا تتفرجوا ولا ايه؟ شكرا استاذ عاطف. متخيلة نشوة وهي شايفة فقرة next. من أكتر الشغلانات اللي أنا بحس إن هي فيها هيبة كده، تحس إنها شغلانة حقيقي مرموقة جدا. بحس بفخر قوي لما أقول اللفظ، بس لفظ الشغلانة المصطلح نفسه، يمكن عشان حفيدت حد كان بيشتغل الشغلانه دي، بس ما اعرفش ليه بحس انها كلمه قويه ما تلقش لاي حد. معانا النهارده في احلى ضحكه في مصر حد يا حبيبي يدبس ان هو يقعد في البروجرام وياكت على اساس ان هو قبطان بحري. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. بهدلته الشغلانه والله، بهدلته. اتفضل مش فاضي، مش هنسلم مش هندوس. معانا اتصال تليفوني. الو خيال بلوجن. الو السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف عليك. الحمد لله. انا الافطان ادهم عطف. قول له ادهم يا حبيبي. ادهم يا حبيبي. اسبانيا المغرب، ونقعد نصطاد شويه قروش وشويه موزز لو فاكر انت. طبعا ادهم يا حبيبي. ادهم يا حبيبي. طبعا طبعا طبعا، منور الدنيا كلها حبيبي. افتكرتني. طبعا طبعا يا حبيبي، منور. تشرفت. قول له قول له ما تفضحناش بقى. ما تفضحناش بقى. حط ايدك على وشك. خبي وشك. ما تفضحناش بقى يا ادهم. حط ايدك كده قطع على وشك. قول له قول له هايبه حبيبي. ده معمول كان زي الهدم. قول له فاكر كيم كارديشن؟ فاكر كيم كارديشن؟ يا كانت ايام والله. قول له كانت ايام. فاكر كيم كارديشن؟ كانت ايام. فاكر كيم كارديشن؟ يا لهوي يا لهوي على كيم كارديشيان. ايه ده؟ والله انا صورة فرحك لسه عندي. والله صورة فرحك لسه عندي. خبي ايدك على وشك. خبي ايدك. صورة فرحك لسه عندي. قول له دودو يا دودو وحشني. دودو وحشني يا دودو حقيقي والله. وعايزين نطلع مع بعض. حبيبي نطلع مع بعض على المركب الجديدة دي بقى. الامريكاني البحري. الامريكاني البحري دي. زي زمان كده. زي زمان. لما كنا بنعمل امريكاني في الساحل الشمالي. زي ما كنا بنعمل امريكاني في الساحل الشمالي بالمركب الكبير. اوبا اوبا. انت لسه فاكر. اوبا اوبا دودو. اوبا دودو وحشني. وحشني يا دودو. طمني عليك. ربنا يخليك. الحمد لله. الحمد عندي لله. عندي دوار البحر. عندي دوار البحر بقالي 3 سنين. مش عارف اثبت على الارض. كل ما اصبر كده. كل ما دودو. قول له سلمى بتسلم عليك. سلمى بتسلم عليك. سلم لي عليها قوي وبوسها. اضحك اضحك. خبي وشك خبي وشك خبي. خبط على ايديك كف على كف وانت بتضحك. ها نفس الضحكة. معانا فيديو نطلع بقى بره الجو الشعري المؤثر ده. نتكلم عن الفيديو. قول لها دباي. دباي.
دبي 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 هلا 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 ده صديقي باي وانا بقول له اي والله يا باي وحشونا الحبايب والله وانا بقول له اي والله يا باي وحشونا الحبايب والله وعيون الحبايب والله وعيون الحبايب والله اي والله اي والله الله عليك ولا على راي الفنان سيد درويش الله يرحمه لو كان عايش الله يرحمه لو كان ميت لو كان عايش والله يرحمه لو كان ميت يعني لو كان ميت زي ما قال زي ما قال في البحر سمكه زي ما قال في البحر الجر سمكه وفي الجر سمكه على الشط واقف على الشط صياد بشبكه صياد بشبكه الله انا شايف الدنيا من هذا المنظور انا شايف الدنيا من هذا المنظور من منظور الشبكه طبعا من منظور الشبكه يعني شايف الدنيا من منظور الشبكه هاي كل حاجه ليها منظور اوف كورس اوف كورس فيري سمبل ليلي سمبل مش هنسلم مش هنبوس في شبكة مش عايز اقولك شبكتين اللي ممكن تخش عليك كده يعني في البحر سمكة سيد درويش نيكست اليومين دول او الفترة المؤخرة دي في بقى الاندر جراوند اللي هما الفرق الاندر جراوند والرابرز والحاجات دي وفاكرين ان الراب ده شيء مستحدث او في مصر يعني هو طبعا بره مش مستحدث خالص بنتكلم علينا احنا هنا جوه هو حقيقي لا يعني هو فاهمينه غلط هو يمكن بس عشان الجيل الجديد حصل جاب في النص ما في الراب في حته الراب دي ففكر ان هو لسه دلوقتي بيجي مصر او بيهل علينا اليومين دول او السنين القريبه دي بس هو الحقيقه لا خالص الراب موجود من الثمانينات اوائل الثمانينات وفي اعلان اتعمل سنة 84 الإعلان ده اتعمل بطريقة الراب تعالوا مع بعض نتفرج على إعلان تيريانو اللي اتعمل بطريقة الراب من وقته مش هنسلم مش هنبوس كان يا مكان في بلاد الأمريكان شحط كبير اسمه بيلي جو شرير خطير ما بيتكلمش كتير ما قفل تكساس في نيو مكسيكو لغاية ما جاله بابلو بيبيتو بياكل جفرات جفرات تريانو قال له ايه ده يا بابلو ايه اللي انت بتاكله هات حتة خليك راجل فبابلو قال له نو بابلو بيبيتو ما عجبوش كلامه فطلع الخمسة واربعين واداله في المليانو ومن يومها كل الناس من داكوتا لتكساس ما بياكلوش غير جفرات جفرات تريانو مش هنسلم مش هنبوس شفتوا بقى؟ شفتوا؟ نيكست خلينا نكون صراحة يا جماعة إن الراجل راجل والست ست يعني خلينا برضو إيه نكون في الحتة دي أنا مع الحتة دي جدا بس في حاجات يقولك عشان ده راجل عايز يعملها وحاجات لا عشان ست عيب ما ينفعش تعملي أنا الحاجات دي بتبقى بتخليني شويتين منهم مثلا عادي جدا ان الزوجه لو شايفه لو قاعده مثلا في مكان عام وشافت بنت اموره قوي راحت قايله لجوزها بص بنت الست دي حلوه ازاي اموره بتف لو بص تمام بيس راجل قايله ايه له فما فيش مشكله بس لو هي بقى شافت واحد امور ازاي الحال بقى ولا تعالوا نشوف قدها ولا مش قدها حنان وهي بتعمل مقلب في جوزها انا هستر بس وما تخلصش الطلاق مش هنسلم مش هنبوس ترابيزه على ايدك اليمين وقاعد عليها ولد لوحده كده بيقرا حاجه بصي عليه بصه وارجعي تاني اللي كتبت ده لا هو بس شكله كيوت يلا بص على الولد تاني بص على الولد تاني نعرف هو بص عليك ولا لا تتنيحه بقى تتنيحه 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 انت ايه لا خلاص يا محمود في ايه شكله عجبني هو شكله على بعضه كده عجبني ايه ده تعويضه على بعضه حنان قولي له قولي له عبال ما تشرب قهوتك هتنى حنا فيه شويه ونقوم نمشي طب اقول لك حاجه حلوه قبل ما تشرب القهوه هتنى حنا فيه شويه ونقوم نمشي سيدي هنا عشان اتنفس عليك بجد اقسم بالله العظيم ثلاثة عشان ده كده مش استفزاز ولا تهريج فكك بليز لو سمعت قولي له من فضلك هو اسمه ايه وشاوري له عليه على اللي عليه مين من فضلك معلش هو الاستاذ ده اسمه ايه
استاذ مين؟ لا الكتاب 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 اللي معاك الكتاب اللي معايا اسمه ايه؟ معلش سوري كتاب عادي انا ممكن اعرف واجي اقول للاستاذ حمد. طب ممكن تعالى ميرسي ميرسي قوي يلا جيب انا اخبر الكتاب منه حضرتك ممكن بس الكتاب سالي على اسم الكتاب هدى انت عارف انا بحب القرايه مش يا معلم شكرا على حضرتك خليك انت بس خليك بس الولد مالكيش دعوه بيه حاضر بيري حبيبي بصي انا مش هقدر زي ما انا كيف انت هاتي هاتي الاوفر ده هيضربه 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 في ايه يا محمود هيضربه 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 لو مش هتخسري دلوقتي محمود على اخره وحنان قدرت تعصبه وتوصلوا لمرحلة الانفجار يلا نزود الجنان أكتر ونشوف حنان هتطلع قدها ولا مش قدها مش قادر أنزل عيني من عليه محمود أعمل إيه طيب؟ بجد بتكلم بجد ولا بتهرب؟ بجد؟ بلاش شكل عاجبني أوي مين اللي أكيد لفي لفة سريعة كده واخبطي صورة أيوة محمود كاميرا لا عادي بصور المكان عاجبني فيه حنان مبروك بجد انت تستحقي ال 500 جنيه انت خلصتي المرحله الاولى ومعاكي دلوقتي 500 جنيه برافو يا حنان بجد معلش ممكن تنزل له عصير برتقال على حسابي احنا طلبنا الشيك خلاص لا طلبنا للكتاب انزل للمستر يعني حضرتك اللي هتحاسب ولا هو ما تحطروش فيه سكر مسكر لوحده ميرسي فيه ما اقسم بالله العظيم كده خلاص بقى انت تقولي ده بقى والله العظيم زي ما بقول لك اول ما تقولي بجد بقى اول ما ايه محمود اللي بتقوله ده هو انا اتكلمت انت بتقولي ده اكيد مش بتتكلم جد هتنسحبي ولا هتكملي انت ما بتتكلمش بجد مش انا حنان لو شايف انك محتاجة تنسحبي دلوقتي قومي قولي انا مش قدها لا خلاص قومي اقفي قولي انا مش قدها لو عايزة تنسحبي يا جماعة انا مش قدها اوكي بس تقفولها جامد لا قالي هتروبك قالي هتروبك انا حاسس ان هو غريب مش عارف صح هو ده مش مراتك دي يعني انت مش عارفها ما انت اكيد عارفها لا هي واحدة تانية بس النص بقى اللي فاتت بجد متعرفش بصراحة والله انا بقى عبيط مش فاهم لا انا بجد سعداء بيكم جدا تشرفتونا ونورتونا حنان محمود سعداء بيكم معانا فيديو صغير عايزين نتفرج عايزة اقول لك انا بحبك قوي ربنا يخليك ليا وتعيش تاخد غيرها بقى واقعد اعمل فيك مقالب كده على طول بس كل سنة وانت طيب مش هنسلم مش هندوس لا دي كانت حقيقي ممكن تنتهي بمجزره بجد اصل يعني برضو انا فيمينست جدا ومع الست جدا واللي الراجل يعمله الست ممكن تعمله بس مش كل حقيقي يعني لا يعني انا برضو انا لو ست والموضوع افور منه للدرجات دي ان هو متنى حتى اتنين لا ده انا كنت قمت ورسمي ست يبقى الراجل بقى وتجرح رجولته لا بس الحمد لله انا مش قدها كنت مبسوطة ويارب تكونوا انتوا كمان انبسطتوا النهاردة باللي اخترته لكم وان شاء الله الحلقة الجاية باختيارات جديدة بضحك تاني بنوستالجيا حلوة قوي اشوفكم على خير مش هنسلم مش هنبوس بوست تاني قط مش هنسلم مش هنبوس مش هننقل الفيروس مش هنسلم مش هنبوس مش هننقل الفيروس